عقب الاتصال أعرب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة. الرئيس أكد أن بايدن بيتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في الملفات كلها بما في ذلك ملفات العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي لديه حنكة سياسية ما يجعله قادرا على حل كل المشكلات والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة بشكل جذري.